الله سمعت هذا بان الله فقت قالي الشرطه وداك الشيء ما سمعتهمش دق حل باب الدري صاحبي دق عليا ما سمع قال لي كاين شنو كاين قال لي كاين وكاين راه وفاكاش راه ضربوها قال انا ما سمعت حتى شي حاجه سولني الشرطه كي مرة ما شفت حتى شي حاجه ما سمعت والو حتى انا كنت ناعس اصلا انا ما نعست الوحدة ونص ما كاين حتى شي حاجه ديك الساعه ملي نعست من وراها الله اعلم ما نقد انا الله صدق الاخبار انا بعدا انا الله حتى انا يلا فقت اصلا انا كنت في الليل يلا كنت كلمه ما وقت يلا فيق منها ما سمعتي الدقان وانا ما سمعت حتى شي حاجه انا يلا فقت في برونو ايطاج من هنا هذا ما سمعت حتى شي حاجه هذو اللي داروا هذه الحاله هذو حريفيه الحريف حيت بين بنت من تيريسه ديال من تيريسه ديال سميتو باينين شادين هذا ببيران وشي ماسيطه ولا شي حاجه واحد تيريسه ديال شي واحد بالنايل فهمتي عارف كيفاش يسير الموقع شكرا شكرا اش نقول لك هذا الشيء اللي وقع دابا ما فهمت فيه والو وانا باقي الجوج باقي فايق وما سمعت حتى حاجه فهمتي واليوم في الصباح لقيت الدنيا مرونه ما شنقول لك هادشي اللي كنتو كتسكنو هنايا واش هادشي عمرو كان هنا هادشي ما عمرو كان الرساله اللي كتبلغ الناس اللي كيشوفونا واه شنقول لك كنقول لهم هادشي زعما عجب شنقول لك شنقول لهم خويا هادشي اللي وقع هنا حنا ما عمرنا شفناه مش هادشي ما عمرو كان سمعتي الناس اللي ساكنين هنا راه دراو واش ما عمرنا شفناهم شي حاجه ديال العيب وانا مدة وانا كاين هنا ما عمرني شفت هادشي اليوم صباح الصباح ولا مشكل ما هناش مناش الشيء اللي عطى الله انتما هاد الناس اللي كيسكنوا هنايا لا علاقه لهم بهاد الحادث في قلمه الصباح لقينا هنايا كاس الدنيا عامره وكذا كنا تمت واحد السارقه هنايا ما حنا عارفين هاد الدار هذيك تكون فيها ساكن فيها الزوافريه بزاف فهمتي يعني كانت اصلا بحال ما تقول معرضه ولكن حتى الطريقه اللي قاموا بها صرابت لي الساده جاي حد دخلوا منه فهمتي يعني كون كانت مثلا كاميرات مراقبين الباب انا يعني كان غادي يبان شكون اللي تمت السرقه ولكن بان لي انه واحد انه باش يدخلوا من يعني بغى يكون اما من الداخل اما من الدار اما من برا واللي دخلوا فتحوا الحيط من الداخل يعني بان لي انهم غيكونوا فهمتي درتوا القضيه مزيان حيت سمعت حتى الكاميرات قال لك ما بقاوش هذه يعني غتكون القضيه مدروسه عنده بان لي بالطريقه الساده باش تمت السرقه